السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متتبعي موقع مساء الجهة الإلكتروني، يسعدنا ويشرفنا كإدارة الموقع أن ننخرط في الحملة الوطنية للحظر الصحي. الصور والمشاهد التي ستشاهدونها من خلال هذا الروبورتاج تتعلق بمنطقة مرس الخير. منطقة مرس الخير التي تعتبر إحدى الجماعات العشر بعمالة صخيرات تمارا، شهدت حركة غير عادية من طرف أعوان السلطة وقائد قيادة مرس الخير السيد رئيس الدائرة وعناصر الدرك الملكي الذين كانوا على أهبة الاستعداد للقيام بأولى أيام الحظر الصحي. نشاهد جميعا بعض اللقطات حول العملية كيف تمت. كان هناك عناصر من موظفي الجماعة وكذا موظفي قيادة مرس الخير الذين قاموا بالتجوال داخل أحياء المنطقة، راجين من الساكنة أن تجلس في بيوتها وتركنا داخل منازلها قصد حمايتها من الأداء الذي سيلحق بالمغاربة جميعا. لا ننسى أن ننوه بالمجهود الكبير الذي بذل من طرف جميع العناصر ومتدخلين، رجال السلطة، الأعوان، موظفي الجماعة، المنتخبين، ولا ننسى ولا نغفل على الدور الكبير للسلطة المحلية في شخص القائد نور الدين حربيل الذي قام بخرجات وجميع أفراد طاقمه، خرجات كانت في المستوى المطلوب، حاولوا من خلالها رفع الوعي ومنسوب التحسيس لجميع الساكنة حتى يتمكنوا من الحفاظ على منطقة مرس الخير خالية من حتى تصبح مرس الخير منطقة خالية من الوباء ومن هذه الجائحة التي ضربت المغرب. لا بد أن نشير إلى أن عدد الحالات التي مسها الوباء شملت 115 حالة متفرقة على مختلف جهات المغرب. القوات المساعدة إضافة إلى عناصر وأعوان السلطة المحلية بمرس الخير، دون أن نغفل عن التدخلات القوية والإيجابية لعناصر الدرك الملكي مرس الخير قيادة لاجي دون فضول معية باقي أفراد طاقمه. قلت أن منطقة مرس الخير التي تشهد كثافة سكانية بحوالي 21 ألف نسمة كانت اليوم في أولى محطات فرض الإغلاق على الساعة 6 مساء. كانت عناصر الدرك والقوات المساعدة والسلطة المحلية كانت في أوج عطائها، حاولت بالجهد الجهيد أن تقوم بتنبيه جميع الساكنة للدخول إلى منازلها، وهذا ما تأتى فعلا وقد شهدنا ذلك بأعيننا خلال جولة فريق عملنا مع الطقم الدرك والقوات المساعدة والسلطة المحلية من طرف الأعوان. جاحدين لو لم نذكر القيمة الإيجابية لهذه العناصر التي سمحت في أفراد عائلاتها وكانت صاهرة وحريصة على أن يكون هناك الأمن والأمان. شيء ثاني يمكنني أن أضيفه، منطقة مرس الخير ولله الحمد تشهد توفر جميع المؤن الغذائية حتى من مسألة البوتاغاز التي في بعض الأحيان هناك أناس يقولون أنها لا تتواجد في مناطق مرس الخير، وشهادة لله صراحة لا نجد هذا المشكل بتاتا. شيء آخر، منطقة خصوصا التجزئة تحديدا الناس تجاوبت بشكل إيجابي إلى حد ما مع هذه الظاهرة. فقط هناك بعض حالات النشاز التي تعرفها المنطقة كحالها كحال باقي المدن، وهناك شركات تفصيلية من طرف قائد نور الدين حربيل السيد رئيس الدائرة. قلت السيد رئيس الدائرة أيضا يحرص أشد الحرص
تحت الرعاية الرسمية للسيد عامل الإقليم خيرة مارس السيد يوسف إدريس، على أن تكون الأمور بالشكل أن تكون الأمور تحت السيطرة بشكل إيجابي سلس في التعامل مع جميع الساكنة حتى تمر هذه المحنة التي يشهدها المغاربة حتى تمر هذه الأزمة التي يشهدها المغاربة جميعا، وتكون هناك بشرة خير إن شاء الله في القريب العاجل لو تضافرت جهودنا جميعا وحاولنا المكوث بمنازلنا. نصيحة لجميع الساكنة ساكنة مرسى الخير التي أنتمي إليها شخصيا أن تستمع إلى تعليمات رجال السلطة المحلية، فالخوف كل الخوف أن يدخل الداء إلى المنطقة، وهذا ما يجب قوله في جميع المناطق وليس مرسى الخير تحديدا، فالخوف على الوطن كله، وعلينا الالتزام صراحة بالتعليمات تعليمات السلطة المحلية، وسيكون هناك